لا يزال اتفاق ستوكهولم يراوح مكانه منذ أكثر من عام بعد أن فشلت الأمم المتحدة في إلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذه، بما في ذلك البند الإنساني المتعلق بالأسرى. فشل اللقاءات السابقة التي عقدها ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في الوصول إلى صيغة اتفاق لتبادل الأسرى دعا الأمم المتحدة إلى ترتيب لقاء جديد هو الثالث في العاصمة الأردنية عمان. الاجتماع يأتي بعد أيام من تصريحات سابقة للحكومة الشرعية بتجميد العمل باتفاق ستوكهولم، ما يضع تساؤلا حول أسباب عودتها للمشاورات، خصوصا أن أغلب المؤشرات لا تدل على قرب الوصول لانفراجات تتعلق بالأسرى. الحكومة الشرعية وفي معرض ردها على أسباب فشل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى قالت إن الميليشيا تتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق وفق مبدأ الكل مقابل الكل، متهمة إياها بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله من ملف إنساني إلى ملف للمساومة السياسية. السفير اليمني في عمان علي العمراني قال في تصريحة لصحيفة الدستور الأردنية إنه يستبعد أن يتم الوصول إلى حلول أو اتفاقات خلال المباحثات الجديدة بسبب إصرار الجانب الحوثي على عدم تحقيق أي خطوة إيجابية للسلام. وعلى الرغم من تعثر الاتفاق إلا أن جهودا ووساطات محلية نجحت في وقت سابق في الإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين في عدة مناطق بالبلاد.